مجددا يعود جدل الآثار الدينية في عدن إلى الواجهة، وهذه المرة بواقعة الشروع في هدم مسجد حامد السقافي الأثري بحجة توسعته وعدم قابليته للترميم، الأمر الذي نفاه مدير مكتب هيئة الآثار مدينا هذا التجاوز للقوانين التي تؤكد واجب الحفاظ على كافة المباني الأثرية. موقف مرتبك من وزارة الأوقاف ثم توجيهات للسلطة المحلية أوقف عملية الهدم في منتصفها، لكن الرفض الشعبي والمجتمعي لم يتوقف، معتبرين القضية امتدادا لسلسلة من الممارسات التي استهدفت آثار عدن وخصوصا الدينية منها. عملية الهدم للتراث الموروث الثقافي داخل عدن عملية ممنهجة تعاد بين فترة وأخرى. مثلا في بعد حرب 94 شهدنا هدم أكثر من مسجد تاريخي، مسجد أبان بن عثمان الذي يعتبر من أقدم المساجد داخل الجزيرة العربية. كان يفترض أنه يتم التوقيف من قبل ما يبدأ الهدم، لكن الآن ما فيش فايدة بعد ما كسر المسجد. وأنا أعتبر أنه يعني يفترض أنه الآن أي المساجد القديمة يعني التاريخية التي تعتبر جزء من التراث، من تراث عدن، أنه ما حد يمسها. توسعة المساجد في المناطق المزدحمة والملكية الخاصة للمباني الأثرية ثغرات قانونية جرف عبرها التراث المعماري للمدينة التي لا يعلم تاريخ تأسيسها الضارب في القدم، ما أدى إلى عدم ضمها ضمن مدن التراث العالمي. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.